ازيكم؟ الفيديو النهاردة اكتشاف. انا في محل زيمة للشنط الجلد الطبيعي والهاند ميد. كل المعروضات هنا جلد طبيعي 100%، والاسعار فعلا فعلا حلوة قوي. فلو نفسك في شنطة قيمة فالمكان هنا هتلاقي فيه كل الموديلات اللي بتفكري فيها، تريندي والكلاسيك والقيمة قوي، وزي الحاجات اللي بتشوفيها على الفيسبوك بألفات، وبتتباع على الفيس وأونلاين بألفات. بس الفرق انها هنا جلد طبيعي، انتي هتلمسيه وهتشوفيه وهتشوفي جودة الفينشينج بنفسك. الصناعة يدوية، الخامات ممتازة، كلها جلد طبيعي. وحتى الشنط اللي مش هاند ميد هي مصنعة من جلد طبيعي بس خياطة مكنة، فهتلاقي الحاجتين، وطبعا السعرين منافسين جدا. حاسب لكم رقم التليفون بتاع المحل والعنوان بالتفصيل في اول تعليق مثبت، ويا ريت ندي لايك للفيديو، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة. دي سعرها كام بقى؟ دي عاملة 650. 650 دمها طويل؟ دمها طويل. الشغل ده شغل نقول يا ده عربي. يبقى فيها منها البني والنبيتي. وده ضهراء وفي. طبعا الشغل كله بالجلود الطبيعية. جلود طبيعي جوه جلد طبيعي. جلد طبيعي. بره جلد طبيعي وشغل يا ده هاند ميد. دي هاند ميد. الشغل ده بياخد وقت اصلا. في دي اللي انت كنت بتشتغل فيها امبارح؟ ايوه. دي كده دي تحفه دي. دي قلت لي 850؟ لا دي 650. دي 650. أسعارهم من 400 لحد 500. صغيرين. كمان حلوة قوي. دي كام؟ 650. ده بقى خياطه
طبيعي. ده طبيعي بس ده خياطة مكن. طب وخياطة المكن بقى سعرها كام؟ ارخص بقى. كام بقى دي؟ جبت ارتقاب يا ترى من 300 ل 350. دي عاملة 450. جلد طبيعي برضه. الجلد اللي ده الجلد ده جلد طبيعي برضه بس بيتعمل اللازر كريستال. ودعاء فاروق معلقه معاها شنطه من بتاعتنا على حتى تلاقيه ليها عقد ورد مدقوق. ايوه احنا كنا بنعمل دق سيربيه. كنا بنعمل على الجلد ده دق سيربيه بارد. ايوه بحيث ان انت الوقت دول بكام بقى اسعارهم الصغيرين دول؟ ده 225 برضه جلد طبيعي. سعرها كام؟ 700. 700؟ يعني والله سعرها حلو قوي.